البرنس عنده الجديد التفاصيل من عند البرنس. africabet216.com نجم تلعب وين ما كنت ليل ولا صباح وتربح فلوسك وبالك مرتاح. البونوس معانا ديما فما جديد برشا لعاب برشا بتبيع الربح يمشي ويزيد واكيد ثقتكم فينا هي اللي خلتنا نوصل للتوانسه الكل مع africabet216 تكتك مع اقوى كوتات. وب على البرنس على البرنس في انتظار العوده لدباره الحاج في شهر رمضان المعظم ويزيد طماطم حم وهذيك تو ترى رفيق الحاج وكد دبارات المزيانه ملوخيه على مدخون على يا ودي والله شيء وش نخدموا لها السبت اخبار مفرح يا ودي تعرف تو شخنا المستمعين وش ارتفعت اثنين لسه علاش ما نخدموش لحد وفي السحور جابوا شنو هذيا بلوس الزمن مع دخول المدير سي مهدي بن عمر نحييه والناصر في السيف وعدنا شعبيه كبيره عندك مهدي ما يجي عمل انتخابات والله البحد على الخير ليه والناصر قال لنا باش تنقلوا ام باش تخدموا كيما قبل كيما كنتوا فيه فاهم يعطيهم الصحه ما بنا كيفاش تاخذ المستمعين الروامه ان شاء الله ما نعرفوش نخدموا في معمل الخام وكل وكاهو ربي بحفظك بالمرشي تاع بالبرشي بالبرشي يمكن رفيق بربي عامل لنا كويز توا والله مستمعين قال لك زيد خسايبنا بدو نمشيو الكويز زي بدو 10 دقائق كويز اعطيني الكويز زي طلباتك يا عامر سي زياد الكويز تو سويت وقت جيت توا قداش يستهلك التونسي مياه معدنيه في العام عندكم فكره؟ هذوك المصاريف الجديده اللي زادت الانترنت وكوره التليفون والماء وغيره قداش يستهلك من ايترا لموين نتاع التونسي في العام سنويا الانسان الفرد مش العائله براسي 360 على 2 180 زياد ليه ياسر في السيف واحد 180 ايترا في العام لا نصور 260 260 على برهان 250 سندريلا 300 ايترا 300 أقرب جواب هو 250 والمعدل هو بالضبط 220 لتر سنويا جواب الأقرب هو برهان 220 لتر سنويا للفرد الواحد صديقي راه فما ثلاثة أرباع الشعب ما يقدرش يشري الماء معناها استهلاك المياه المعدنية قلت لك المياه المعدنية كي تنحي الناس المساكن المهمشة والمفقرة واللي ما يقدروش واللي عايشين بلا سبالة يتسمى الناس ولات تتكونسوم في 5 و6 و7 وفي الصيف تقطع يا رفيق في النهار ومالوريزمون مازالتوا تنجموا تشربوا ماء سباله؟ لا ما نعرفش هل هو ستينيس خاطر استانسنا بالماء المعدني ولا خاطر الكاليتي نتاع الماء تحت؟ الكاليتي نتاع الماء ياسر خايبه جوست نذكركم اللي احنا شربنا ماء سباله وني في ديوان نهار اللي يعني ما عندناش فطنا به تو سويت خاطر المطعم ياسر خايب اي لا هذاك اسكو ستينيس ولا الكاليتي نتاع الماء يبقى ستينيس الكاليتي فما دراسات على الكاليتي فما اعطيني ارقام لا فتو السيت متبلانتي رفيقه ما غدوه تو باش نجيب لك اما في النرويج تذكر وقت الماء من السباله لعب المواطنين تشرب الماء من السباله راني عطشنا انا شحت انا وحسن بن عثمان في الليل شحنا يسمنا ماء شويه ماء واحد شربت وقيتو بني يا اخي هبطنا الريسبسيون قراو العباد نحمدوا ربي راهي فما فرق في ماء السباله مثلا في تونس وماء السباله في صفاقس في صفاقس يعرفوا العباد الكاليتي تاع الماء في الجنوب معاناه كبيره لكن عموما الاساس هي المساله الصحيه حتى لتوا ما ثبتش انه ما السباله معناها غير صحيه ما كيك اللي فيه يعطيك بعد 40 و50 سنه معناها بعد فما طرق اخرى فما لوسموزور زاده شنو لوسموزور فما لوسموزور اللي يصفي الماء انا توا في داري مثلا نشرب ماء سباله اما تصفيه اما مصفي باللوسموزور دونك ما عادش فيه مطعم بالكل ما عادش فيه ريحه بالكل انت تقولها العباد مش خالتة ويا وسموزور ربي يا ريت شوف الماء المعدني نحكي على الناس اللي يشوفوا الماء المعدني والله عاد الحق الويلي قال لهم ظاهروا في اللاك برا ظاهروا في المليونير قمرت السؤال الثاني اكثر بلاد باش يصوموا فيها اليوم في العالم شنية؟ اكثر يصوموا فيها ايام ولا لا عدد الساعات ساعات اطول نهار رمضان اليوم في العالم باش يكون فين ربي يعطيهم القوة للمسلمين اللي غادي مش بالضرورة بلاد مسلمة برنس وين مشينا خذينا كل جيز شنو هي النرويج النرويج صحيح النرويج زياد في بالي بلاد معناتها مسلمه الدوحه بالمناسبه نحيي مراد صغيري غادي فاش يعمل في الدوحه تو كندا في كندا كندا سوني السويد السويد برهان اخوتنا في نيوزيلندا اخوتنا في نيوزيلندا ولا استراليا سندريلا نعرف الاقصر انا
اعطيني جزر القمر. الحاشب الاطول. الاطول ما هي تحسب على جزر القمر. السويد على جزر القمر. اطول نهار باش يكون طوله 19 ساعة و59 دقيقة. معناها ما بين شقان الفطر والقهوة والشيشة والمسلسل والسحور فما 4 سوايع. معناها تشق فترك مثلا 7 نتاع الليل جو دي نابورت كوا لحداش تعاود لحداش تكون تسحرت ومضمضت وصليت الصبح نتاعك وانتهى وانطلقت في نهار جديد. هي 19 ساعة و59 دقيقة، المركز الثالث نلقاو فنلندا 19 و9 دقائق، جرينلاند 19 ساعة و57 دقيقة، و19 و59 ليزلاند الجويبة خاطئة، ليزلاند هي أكثر بلد باش يصوموا فيه العباد في العالم. السؤال ترى فيك سامحني تو 19 هذا معناتها 5 سوايع 4 سوايع ما فماش فتوى هكا يخفف فتوى شنو؟ لا والله يخيط مثلا لا والله نحكي معك بجد يا خاطر حتى عملناو فما اجتهاد شويه في الدين واحد هذا فما عملناو نتاعو ببلاد 21 ساعة نحكي معك الموالي يرفض الاجتهاد يرفض لانه تدخل معاه في العمر يحب السطحيه باش نحول نقاش توا لا ورد عليك مصطلحات طفوليه نخيطوا مال حسن ذكرك نحب ندخل معك في العمق اعطيني عمق لا معناتها تو نحكي معك من الجانب الديني انا اخويا ربيع نحكي معك بجانب رياضي 19 ساعه و45 دقيقه عملنا 59 لم يثبت علميا حسب العلماء انه اللي يسوم كيك نجم يموت ولا تجرى له حاجه لو كور بوتونير البدن يتحمل عندهم اجر اكثر ولكن لو ثبت علميا لكانوا افتى ايش تحب تقول انت لا والله لا بصح 100% وبر ما عملت حتى اشاره نمشيو هذا العمق نتاعك نشوف الاخبار الموالي بالفرنسيه الاولاد بالفرنسيه باش نعطيكم مهن وقولوا لي شو تسميو بالفرنسيه نقول لك جي با دارجون ماهيش ماهيش جي با دارجون انت ماشي تلوج على 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 نحات تلوج على نحات باش تقولوا مثلا صاحبي برهان يخدم نحات وين الواحد نتاعو لاتوليه نتاعو شقول زيت في فرنسا قول في الدومين ارتيزانا ارتيزانا وين مسيو برهان لو ارتيزانا انا في باريس رفيق عاده نلوج على بلومبي لا نحات نحات سكولتور لا لا سكولتور اللي يعمل سكولتور لا سكول راهو نحت ما هو برا سكولتور وانا بعد سكولتور هذاك هو ولد سكولتور شنو الاجوبه صحيحه هو سكولتور صحيح زياد المكي سكولتور رفيق ما هو نحت هو السكولتور برافو زياد المكي السؤال الموالي كيف كيف زياد ماشي يسيني بلا خدمة في فرنسا اعطيني لاونج دخلت اللاونج نسمي الكوكتيلات رفيق حاش زياد ماشي في فرنسا والمرأة شدها الحس باش تقول له اقرب قابلة منين ادريس نتاع قابلة سهلة اللي تولد قول له جو ميرسي جي با شنغن لا بالحق انت تو في باريس متلوج على قابلة حالة قابلة اي تولد دكتور لي مش دكتور تي تو ثارك تقول جو شيرش ان دكتور ومرت تعمل لا انا نحب قابله نحب قابله 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 رفيق ريسبسيون ريسبسيونيست ريسبسيونيست جو شيرش ريسبسيونوز ريسبسيون لي بيبي يا قابله يا مقبوله يا قابله يا مقبوله هي رفيق خليني عزيزك صرف عليك الله يرحمه بريفي رفيق بدل لنا بطاقات ريسبسيونيست رفيق ريسبسيونيست كيما في لوتي نجم يهزك لوتي الوقت لا ظهر هيك تبدا تسيح ظهر قولوا ريسبسيونيست اللهم فرنساوي بهيم هذا سامحني خويا برنس تعرفها بيان سور سندريلا تعرفها برهان ساش فام ساش فام الجواب صحيح برافو لي راف ما قول ريسبسيونيست تقال انا فما منها في التسيير ريسبسيونيست ما اسمك توريه الكرش باش يفهم الريسبسيوني كوا معنا باهي نمشيو للسؤال الموالي نقعدوا في المهن نقعدوا في ثقافه المهن تجيب مهن نجيب وتخلص نمشي ماشي انت في انت في الغابه وحشتك محتب تسالهم تنجمش تقص ما فماش الواحد باش تقص الجار فماشي هنا حطاب اش تقول لهم زياد وانت في الغابه تلوج على حطاب ناحيه التليفون سندريلا فوتكون نقص وحدي لا ما فماش فيس ما فما شيء ظهرك مضروب ويدك ما تتحركش حاجتك حطاب ماش عندي وقت حطاب 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 كيلكان كي غماس لي بوا لي بوا اعطيني الاسم المهنه توا لو الفكره هنا تنجم تكون خلط
حتى بواتيست 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 سندريلا بواتيست ما نعرفش ولا ما نعرف بواتيس اثنين برنس عرفها خذها من كل جاتو ما كل جاتو اللي يعملوه هذا كاتو يعرف الجاتو قداش برنس بيشرا مش هكا برهان بيشرا بجد الجاتو هو بيشرا بيش قالوا لي شربوني شنو شربوني شربوني فحام هكا بيشرا زياد بوا بواتيست بواتيست قاعدين نشوفوا تشويق تشويق بواتيست ولا بشرا بواتيست بشرا الجواب صحيح بشرا صحيح شنو زياد كيفاش تكتب بواتيست ما يعرف بشرا الكلمه ماهيش موجوده به هاك عملت لك الكويز زياد ما خليتكش الشهر والله يا والله رمضان محضر يا رفيق يرحم والديك على الكويز الدين الدين ما سكرنا الاسلام باش نحكيو على المسيح في رمضان باش نسالوا على الدين المسيحي كان معنا كرونيكور كان نجم يلقى روحه مع الاسف ما عادش معنا في الدوحه شو يعمل في الدوحه والله لا نعرف بصحه عليك يا اخي يتشانج من اجنده لاجنده بقوه غريبه دوحه وكاس عالم يبدو انه الحوار اللي كان باش يعملوا مع الوكيل العام السابق سي بشير العكرمي ما نعرفش خليني يبدو انه فما امور غريبه عجيبه ولكن دعي على عجل هو دعي على عجل الدوحه على عجل مشي وخلى ليميسيون وخلى ديجا كنا باش نسجلوا تحت صور الغي اسمع نحترم الخصوصيات بالك شو ما يحبش يقول معناه ما نعرفش مش لازم نقوله معناه مش لازم نقول مش لازم ربي معاه هو يلوم في سيف مخلوف خرار مرار على قطر ذكر وقت عمله تولى يمشي اكثر من السفير ماشي جاي على الدوحه يزي يستر ربي يستر ربي يستر وكا وزيد نحكيو بحذينا صديقتنا ايمان ايمان صباح الانوار صباح الفل رفيق صباح النور للكيب الكل منورين يا جماعه كيف العاده واكيد ملي سمعتك صباح قاعد تتغزل بشارع الحبيب بورقيبه تعرف اللي فما برشا اخبار اليوم باش نحكيو دونك اكيد باش نحكيو على سوق من المنتج للمستهلك اللي باش يكون في شارع الحبيب بورقيبه باش تكون عندنا نقطه خاصه مباشره من غاديكا باش نشوفوا شنو هي الاسعار شنو هي الفرق ما بين الاسعار في الاسواق العاديه في السوق هذايا وخاصه الديبا اللي عملتوه في علاقه علاش اختيار شارع الحبيب بورقيبه خاصه انه البلاصه حسب برشا تعليقات ما هوش الموقع المناسب اللي فما قلناه اسمعوا عاد واسمعوا الراف ماك يا اخي ملي قلت لك ملي سمعته يتغازل بشارع الحبيب بورقيبه عرفني فما برشا اخبار باش نحكيو عليه سينو التشكيله المحتمله للمنتخب الوطني السفارات اي كمل احرق لي الموضوع لا لا مغاب البدوي الاستاد والمشي للاستاد يعطيك الصحه السفارات الاستثنائيه اللي باش تكون التحضيرات الاستعدادات نتاع وزاره الداخليه هذا الكل نحكيو عليه ان شاء الله بعد شويه مع ايمان والفاميلي ثم مشكله التسيكر عيب معناها عيب انه كل ايفينمون هكا تسيكر تقطع والمارشي نوار شو فينومين سي با نورمال سي با نورمال منطقة الاستيعاب ماهيش كبيرة هو حدوها ب 35000 40000 وديما اقرا حسابك انه مقابلات منتخب تولي حكر هنا على التوانسة اللي يعيشوا في العاصمة ومع هذا يصير الاحتكار اللي للأمانة نقولوه منخرطين فيه بعض الأمنيين معناها تتباع تسكر هذايا ان توكا حد ما عرفت كنت نمشي نقص أنا بالكيشي الكارنيات تتفرق ومن بعد تتباع سواء مع عباد عادية سواء هما قلة قليلة ولكن موجود الفينومين وحتى حد ما ينجم ينكروا علاش اليوم فشلنا انه ليزيفينمون هذوما يتعمل صف يا سيدي اعملوا من المنزه الباب الخضراء صف انترنت اما يكون منظم هذه ما نحكيش ما يحبوش انترنت على المارشي نوار ينجم يعملوا بلاتفورم اي بيان سور خاطر عصابات تتمعش مليارات تصورت في جرة الكوره ولا زوالي يقعد ما يتحرم شكون يمشي للماتش العباد نتاع المناسبات للامانه ولاد الكوره ولاد الفيراج نجم يلقى لكش التذكره اليوم على خاطر تذكره نتاع 20 30 تولي ب 70 80 بريف هذا ان ديتاي في وسط الفرحه ان شاء الله منتخبنا سعيد المنتخب مهما كانت الظروف ان شاء الله الاربعين والخمسين الف اللي باش يدخلوا يكونوا ورا المنتخب بربي ديديكا سبيسيال مستمعه وفيه هبه تقول عيد ميلاد سعيد لصديقتها فاديه فديوشه تقولها ربي يدوم عشرتنا وكل عام وانت حيه بالف خير 12 سنه من العشره والصديقه عيد ميلاد سعيد يا فاديه برونوستيك 500 دينار ربحته في الماتش الاخر نشوفوا قداش عندنا اليوم هي سونيا الدهماني كامل بيك البرونوستيك 2-1 برهان 0-0 سندريلا عطينا 0-0 برنس 3 بشيء زياد تونس 1 بشيء 1 بشيء ايمان ندخل معنا في البرونوستيك 1 بشيء ديجا انا هكا من الاول باش نقول انا نعطي برونوستيكي قول كيف لا 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 مش معنى الفزدق واللوز قالك في المريول 2-0 مالي
تحكي بجدك شبيك قراءة تكتيكية بركل عليها تمها زيت في القلوب كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان خليني أضواء شوية مستمعين أمان بعدك هذاك مصباح تونس بشولي كيما لبنان الرايت شي حب يعمل الاتحاد شو ندخلوا في حين تقول مميت كل يبدأ يعمل بسبيع بحكي مميت وتوا اثنين قلت له عندي اهداء لميمتك بارح عيد ميلادها تشا 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 عيد ميلاد سهل يحب دي في الغبين خاطر تو الميسرة نتاعو راهو يطرش حكايات في الغبين شكب عليا في المباشر عيد ميلاد سعيد لامي احتفلت نهار لحد بعيد ميلادها كل عام حيا حيا بألف خير فلا ربي فضلك نحبك برشا وربي يخليك لينا وشكبت زياد في النقطة هذيا تعاود ترجع تجيب حذاء عادي تو مبجل مكرم في العائلة كانت هذه حلقتنا اليوم شكرا سيد برهان بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب صلاح السعيد وان شاء الله رابحين يا ربي نفدكوا على البرونوستيك بتبيع كانت طلع صحيح شو اللي ملك التحليل من بعد ولكن حس سعيد للمنتخب سلام مربوحه يا ربي مهما كانت النتيجه وان شاء الله متواجدين في قطر في الدوحه في المونديال ملتقنا غدوه في ماتينال اخرى مني لكم احلى تحيه ان شاء الله نهاركم